الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، إنتان حضرك بلابن وحربين أبنمات نوصل السلام والسلام والسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدان أكسونين في لان وحسو قبضين فضيلة الشيخ محمود شيخ حسن وسيدة أن أونقان أبو طلحة ما انتنا محاضرة دي سوها عنوان كوهوية هاي العلماء الربانيون سمام الأمام. هديان أف صمالك الشيخنا تلمامها علماء ذو ناكسن حتى نوها ربينا كسو دواي فضيلة الشيخ شيخ محمود شيخ حسن فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، الله تبارك وتعالى أسأل لقاءنا يكون كنن إنه كرّق كل خير له إلهنا سبحانه وتعالى وميزانك حسناتك ونجوب وحيه مقدم كأن أن دعذا يرنا يكوى أمثاشي سأو كلا لأقنا إله سبحانه وتعالى إنه كرق مستقبل كالعلماء الربانيون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة موضوعاً وموضوع هذه آذ بلاراً وحان سيسكد يا بإذن الله سبحانه وتعالى إن آذي آذ أسو أروريو نحرك إيا موضوع سلبقي سائنا وحكات الماما هدي الليل هذا مركة كوبات حربا إنا تلماما ما أنت تاريخ إنا التهاي تضوية لباتنكي محرم كن أفر بقول صدني يشنتي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافقسن صدنك بشي كوبية تبنات لبدكن يصدحي تبنك ميلادك. موضوع أنه والعلماء الربانيون هي صفاتك هي تلمامها لك دونيو هي علمذو أنه أقوم أقدرني العلماء الربانيون إنيهين كوى الله تبارك وتعالى وكبت بادين أيو أما كبت باديو بعد الله بلشدة هي مجتمع إسلامك خصوصا وعموما حتى بشرية أردن بعد الأنبياء. محال الله دورتي موضوع عن الله الله محايا لي الناس في أمس الحاجة دتك وحي آدي آد أي أقول بأهيهين علماء هذا زبن والباء يا وقتي كستوى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أرنت تلمام يا وحولي هاي دتك سيدا أي أقول بأهيهين علمك ويكبض أنت هاي سي أقوب هايهين راشنك محايا لي عنيد إي عبيتانكو
قفكم مالنتي وحالك يابا إنو لبن مالموت هدو وحيونو إنا يكون في اللاتة أما صدح مالموت أما علمه وحادو باهن تاي دقيقة والبا مسخوشة داد قليسو طلابة داد قاديسو وحاد فيرينيسو وحاد قعماك قبانيسو وحاد علوش قلينيسو لقطة ماشا ديقيسو سيدا دولة تعامل ايسا بلشدة علمي ايي اباهن تاي تاسوا قضبك كوباد قضبك اللبات زبن وحانو تشوغنا فتن كيسو آد ابادن تاي او فتنادو اي اوكا عيسو سيدا بدو اي هدب اوهيريسو اما اي اوكا عضو حالة النوع عنو كلا انا وحالك قبض بادي كرا اهرنتني ان لغو حدنادو العلماء الربانيون العلماء الربانيون وانت المامي دونا بإذن الله سبحانه وتعالى وصمام الامام أو الأمان صمام الأمان وفرقده ماشا قريقة حبده لقرده أيا صمام كله إلي هذا صمام هل كاس أيضا عدة هايسة أمد بذبادين يسي عد كستو كرد يسا إنا يكقبت لدون يو والعلماء الربانيون وحان ربا أمرك الكوبادين عنده الأمان ليس في الدنيا أمان إيا نبتقليو الدنيا ذا ما أهانين هذه لا إطلاقه الدنيا ذا مركي لا إطلاق أمان الدنيا ذا وحنا بتقليا ويت على لمن يكره ولكن نبتقليا ذا نبتيت الله وتعالك الله تبارك وتعالى وإله درادي لا يسكتش على هذا وإن إلهي درتي ليسكو إماذا سبحانه وتعالى قوانين تربنا للرعا سبحانه وتعالى محالة قوضة العلماء الربانيون وحالة قوضة العلماء الربانيون الرباني وقت يربان كوب حندو نهدئ الليل هذا وقفك قلب جيسو ربي كحر سبحانه وتعالى وقفك قلبي جيس عالمك قلبي جيس ربي كحر أي رباني اللي يقانا الربانيون وكتبت يريرك وكتر بيئي طلاب العلم انت اين كتبت واوين اين قارن العلماء الربانيون وعالمك كتل مامان محايل سفادة ربانيك وصفة ولتا صفة الكمال صفة ونقصا أو قروح بدن أيه ولتا الربانيون وعلماء الوسط وعلماء ذا أدحي بين الإفراط والتفريط وعلماء ذا أدحي الغلو والجفاء بين الغلو والجفاء حد قذبك إياك قابنت ووسط وكو أدحية بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة علماء ذا أدحي سواء تلمامي دونا عقيدة ذو إيا مذهب كوذو إيا منهج كوذو وتوازن ويهي أو ميزان كالصعدة أيا وحال إلى هذا علماء الربانيون وكو اسم ميزامة بين العلم والعمل علمك اي عملك اي اسم ميزامان العلم والعمل لبدا سي ميزام بأوليه علماء الربانيون وعلماء كتل مامن العدل وحلو يقان قرصورك لو قرصورو مخلوقاتك لو قرصورو عدو البؤو عدالة أباهن لو قرصورو عدو مخالفك عدو أذيكو خلافتي إن عدالة اللي قولت نغمو العلماء الربانيون وعلماء كتل مامن الحكمة الله تبارك وتعالى بحكيم شيء والبنى ميشكوها بوندقة
لكن العلماء الربانيون وعلماء الله تبارك وتعالى وحكمة السيئي علماء الربانيون وعلماء سوى ناكسن وفهمي محال إلى هذا مفهوم العبودية إن إلهي أدون لون نقضه فهم كذا نبتأه كوا فهمي أيال لي لهذا العلماء الربانيون. يقول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. علماء وحي كفر سيد ابن عباس كونوا حكماء فقهاء وحان قتان كوا حكمة له أو حكماء أو هدنا فقهاء أو وحقرنا إياه بما كنتم تعلمون الكتاب أي بما كنتم تعلمونه وحا أدبريسان سببك إذن كعدان هين وحييك أعددك بريسان سببك إيسا وحاد كل قطان حكماء فقهاء حكماء فقهاء علمك إيا وحييك أعددك بريسان سبب كيسا وحاد كل نغطان حكماء فقهاء إيا وليبا وحادتك عشر رضا أصير إيسانو وبما كنتم تدرسون وحادتك بريسان حفظا وعلما وفقها حق علم حفظك إيا حق علمك إيا حق فقهك انتبا صادرادت أي ابن حجر العسقلاني وحاو كفصري هذا ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه العالم الرباني بأنه الحكيم الفقيه وأنك حكيم كأه إيه هدرنا فقيه أه عبد الله بن عباس غير كي بكسور ريا إيه ابن مسعود سيدا إبراهيم الحربي في غريبه وكغسو قورين أيوه بإسناد صحيح وركا عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود نوكو حوجيي الإمام الطبري أصغو فصيرا يوحويري العالم الفقيه باللوتشي ذا وانا متكا يرب أمور الناس دتكا أمور توضا كبر بارنا يا دتكا أمور دينهم كبر بارنا يا حق تعليمته إيا خير بريدة هدانا أبو ييريا شيك سؤو ونكسن وكذلك الحكيم التقي لله قفك حكمته صاحبك إي تقيك إي الله كعبصدا هدانا كتر بيا منهجك نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيا وحال إلى ذا العالم الرباني سيد ابن الأعرابي أوليهي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا إلا أو كان نغضو عالم دتك بريا علمك هدرك عمل فريا إذن لابد أن يكون عالما هدرنا معلم هدرنا عاملا كلك ما يوحى يقان نكا وينكا ما أنت أنكاها اللينو العالم الرباني لابد أن يكون عالما عاملا عالم حدرنا كعم الفرية إنو يهي يلدون يا الإمام ابن القيم الجوزية وحاولي يهي وحالك وضا العاء الرباني وحالك وضا بوليه قفك الدرجة السر له عالمك درجة السر له أيال قوض العالم الرباني لولا ينهاهم الربانيون والأحبار كونوا ربانيين حكماء فقهاء أبو الرزيم وحليه فقهاء علماء وحال نقطانك وفقهاء حدرنا علمك كتخصصي وحليه ابن الأعرابي وحليه إذا كان الرجل عالما عاملا معلما كورن باليني قيل له هذا رباني كاس أي رباني لو يقانا حديث المامها صدح رأى عالم إيا عامل
يا معلم صدق هذا هدي من اللي جوا ياي نكاسي عالم رباني لما يري هذا بوليه. إذن لابد أن يكون عالما وأن يكون معلما وأن يكون عاملا. صدق هذا مركو إسكودر صدو أيا وحال إلى هذا الرباني أيا اللي إلى هذا. إذن من هم العلماء الربانيون؟ هذا إيوي ديسي جوابته وحنسين يا العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله وحاوليه في وصف أهل العلم وحير فقهاء الإسلام عالم الرباني وفقهاء الإسلام إسلام ككو هذا علم قلوي ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام وكو فتوى ذو مخلوقات كولن أوغاري علم قوضو شرقا وغربا أيوغاري فتوى ذو مال والبأيي قاري ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام مخلوقات كولن ددك أي فتوى ذو قاري علم قوضو متك الصوفيق أبا كفا إذي سنية متك قالك أبا كفا إذي سنية ولب الدليشنية ولب تعل كاسبا وحال إلى ذا العالم الرباني وادتك أي فتوى ذو ميل والبقاني وحيري وكو أحكانتا كالصو نحبها دينتا كالصو نحبها استنباطك كو كالصو نحبها وكو حوق سارة إني حركة كحر حران الحلال والحرام فقه يقانا فقه الحلال والحرام بيسيفي عنو يقانان فقه الحلال والحرام أي يسيوه نرسلو يقانان كوا سيقع علم هذا النوع عاصة وحي أيهين دلك سيدي حدقوه أيهين دلك حدقوه دلك إفتين بيوكينا وإفيان سمدنا ويقرحيان دلك إفتين بيكوبيران وكذلك العلماء وبمنزلة النجوم في السماء بمنزلة النجوم في السماء قفك وريرسن أيقى أيوك الضيضاء حاجة الناس إليهم سيدة أيدتك أغوبة هايهين وحيكبض أنت سيدة آنو شاقني سيدة أغوبة هايهين عنتذي عبتانك أيها إن وركوا ذا لما قلنا وحيك واجب سنتهي إلا مقلو ورك والدك محايا لي والدك وحوك أمر يا إنت بدن وحيالا إنت بدن دنيوي لكن إنك عالمك وحوكوس وقدبين يا وحآخر ذا وحوأه قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أولي الأمر والأمراء والعلماء كوال إليها هل أطيعوا والأمراء والعلماء وأمر ذا علم ذاتك حق كدقة إيا علم ذا ربانيين تأه أيها الله نوت الماما يا سبحانه جل وعلا علماء الربانيون وهم الطائفة المنصورة إلا قه الله وحي أم ذيهن وطائفة أما كوح ذا اللو قرقاري سيدو النبي صلى الله عليه وسلم ومد إذا لكمزو ليسو إلا قه له طائفة مروى البحق أتاقن وكوا اللغوص اللولا صلابته مركي أرينتو وريرتو أيها حقه ذا أيها الله صلو نغضا أيها حقه ذا أيها الله صلو نغضا إمام أحمد وحليه هم رأس الجماعة هم رأس الجماعة الجماعة دوتك ملاحظة هو والعلماء الربانيون سيدة الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه مركو علماء كو الرمي علماء الربانيين وحيري هذا دوني سئنا على مضى ذا كو شيغو
إيا تلمامه هذا وكو السلوك إيا نقن كنكتي طريق كتابك قرآنك طريق كتابك قرآنك إيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيا سنة صحابة إيا كو يكدم بيي كو أسبا وحال إلى ذا بلد والبؤي تشوغان معها قرم ميل قوني أتشوك تقول يقانا معها ميل والبؤي تشوغان أدونك ميل والبؤي كتشوغان وكو كتابك قرآن كأه سلوك إيا ودادا كدكت إيني راعان سنة نبي كدكت إيني راعان صحابة إيا السلف كي ودادا در راعي أيا وحال إلى ذا العالم الرباني كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد مال والبؤي أدوك كتشوغانا ومداوي مركزه وحيري إلى آخر ما كان من العلماء سيدا الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله سفيان الثوري مالك ابن أنس الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل القاسم ابن سلام إياه عد الله عدي وضد ذر عضي إيا مذهبك وذر عضي إلى قيام الساعة هؤلاء هم المتمسكون بالسنة هؤلاء هم المتمسكون بالسنة كوا ويكوا سنة نبيك راعي صلى الله عليه وسلم الثابتون عليها ولما واكوا كسوا ناضي كوا سيقع واكوا وضد الصحراء كسوا ناضي سادرادت نمبا ويمد مالك بن أنس إمام دار الهجرتين رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة نبا ويبن وحير يا أبا عبد الله أسألك عن مسائل وحان كويدين يا علم بان كويدين يا سؤاله فسأله عن 30 مسألة صدا سؤاله بويدين مالك كما جواب إلا صدح ماهنه مالك كما جواب إلا صدح ما هني تضبي الله باتنكي كلا وحيل لا أدري تعلم لا أدري فإن قلت لا أدري علموك حتى تدري وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري حير ما قرني لا أدري ونصف العلم وحير يا أبا عبد الله وحان كاغا إيمان بوير ميلفك عراق مدينة ويمش عراق أيان كاغا إيمان بوير إلا أن سؤالك ويدين بس أدوغنا وحالي ذهي مقرن أيو محانو سمينا أودتك محانو كلهنا وحير اذهب وأخبر من وراءك تقعو دتك المتليس وحاد كلها أن مالك لا يدري أن مالكا لا يدري مالك ما قرن أيه انظر هذا العالم الرباني ننكاسوية مالك بن أنس يعد لمدكة سيدا أي قرب كأوتش العنايان ومدن أوهانونين أيان وانا دتك مدن مروى البئن لقو الضيضو وانا كوة الله تبارك وتعالى وكتل مامي دونا الراسخون في العلم قدالبا كتل مامي دونا كواس ويا علماء الأمة وعلماء السنة علماء الأمة ومدى علماء ذي إيا علماء السنة وانا كوة صوصار يجيل كتربي وبي تربية ذي مالك بن أنس رحمه الله تعالى فضائل أذو فرب بذن بيليهن محاسن أذو بذن بيليهن وأنا فضلك إلهي كذب كوا أمدني بدباد أذو أي كترتوي العلماء الربانيون وكوا بعد الله وبعد توفيق تبارك وتعالى وعدتك نبدقلي ذا إيا أمدن بدباد أذو دتك يقعنت أهو كترتوي مركبك إيا ترينك إيا بابوركا بدبادة
دتكو الله غعنتودا غليوي بعد الله تبارك وتعالى والله نبرك امده والله نبرك امده العالم الرباني والله نبرك امده وحايلاهي كغبد بادين يا تبارك وتعالى وحادي اذو فربضان علماء السلفكو وحايدهن كلما عصفت بالأمة رياح الفتن أمد مركز طائف إنك تمادو أو امتحان كي مادو عد امتحان كاس ألاو كغبد بادي أمد وحاوي علماء ليلادو العلماء الربانيون حنوقد بيا سيمات كي على مدها اللقوية قان قضب ككوبات انت هو مقدمية هربعوي قضب ككوبات الرسوخ في ميراث الأنبياء وحيكو حديد دايستين جيتكو مركو آذو قيو أقيو ومركو حديد دا دولك لقالو مركو حديد دا دولك لقالو وحيكو حديد دايستين علمي في ميراث الأنبياء لحلك نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقيس ابن القيم الجوزية أو أرنت أنه فسري وحيري أو علماء فسري الراسخ في العلم عالم الرباني وامتك علمك كوحد الدستيب ليهي لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم كلمة قيمة إلى ذفير وحيلي هذه الشبهة وكست الغفرة ووحر حقيقاه شبهة هذه دين تيس الشك اللي يغفره أو شبهة كست اللي غفره شبهة ده هلأكاته أمواج البحر بده هيرك ده هلأكاته يقين تأي علمك أؤامسيه كما زولي نيسو سمعي أركن قفك بركوز علمي لهين دبايلك الصوت ما دو إسك الرعاية سمعي ده الأركن ما لم بميل بوتاقين يا سمعي ده الأركن مالنا وداد بالراعي مالنا جماع الراعي مالنا فكر بالراعي مالنا بوحى صبح أي الراعية مالنا بوحى عصب عالم كاتعلب كلية عجل ذا يرو لسوق قوي يوتيوب يذا لسوق لي وداد اللغة الإنجليزية كوها الله يوسن قرنني منهج كيسة أيالا قيبا ماتين اسكر راعه غزوة الفكر هوذي سور راعية معام مكدر ايميا لكن انك عالمك هذه اللغوسو اروريو بعدد امواج البحر يقينت اي علم ليسو وحبك ما تريسو ما ندا وعيسو سببت وامحي لأنه قد رسخ في العلم لأن علمك أيك حذي دايستي ربك كد أي بيه باتشرك يسقى لي ربك هو علمك ربك هو وحيك ربك هو قرآنك ربك هو سنة سفي عمبو ربك هو قد أي مركاسا بيه بوقاتي علمك بوقاتي مركاسا كحذي دايستي أي في النك صوت ما داي وحوصنا يا كالجبال الراسيات سيدا بورها وين أي مركا أصنا يا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وحليه قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم وإنما ورثوا العلم
فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حي الأنبياء ذي بيد حلين أنبياء ذي وحي قوذي بيكود دقي أنبياء ذي علم قوذي بيقاتين. نبي قلنا صلى الله عليه وسلم حديث كاسو النو الشيقية الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قرآنكو وحليه وحلي لذا محكم حليه وحلي لذا متشابه محكم كوحالي لذا وانا سيدو قرآنكو أبداً يهي آياتك معنوه ذو عدي يهي هل معنى أيكو تسعي سايداً وأقيموا الصلاة محكموا وآتوا الزكاة محكموا هل معنى عذب قرآنكو شيقية قرآنكو نبقل كيبا انت ومحكم متشابه وشيء لبن معنى يكبضاً له قيبي أقسام بون ليه سيدا دراد يدب رب تبارك وتعالى وحليه العالم الرباني وامتك الراعه الايات المحكمات وامتك كاستاغه وان سيد حجرين اياتك متشابهه معايا لي اياتك معناها هذا اين عدين قيبه كمذا الف لام ميم الف لام ميم راء حاميم عين سين قاف قاف نون ياسين متشابه الله أعلم بمرادي آيات كنوع عاصيه ما دحقران دتك حنون سنبا دحقرة قرآن كاسا كتل مامي حنونك. فأما الذين في قلوبهم زيغ زيغ وإيلش إيا اللي حشو حق إيا وددي أولا قال لي حذوي زيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قرت اللي حذن بألا اللي تبارك وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هل كان ملقوا يستاقيا مسوى الله وصلنا يا أو الله حليلنا يا وقراءتان متواترتان والله بقراءة أو متواترة حدد كوي ساكتو إيا هداد حليليسو واو غاسي هداد استئناف كدكتو واو الاستئناف إيا هداد عضف كدكتو لابدو بصحوي متكستبه علماء الربانيون. فأما الذين وما يعلم تأويله عند أهل السنة والجماعة تأويلك بمعنى التفسير ولها شيئا تفسيرك يسمي قانو إلا الله فقد استاك كو استاك القال شيئا معني يسمي قانو إلا عدن الله المعنى. أما والراسخون أو ووغا لغدقا واو الاستئناف جملة عصوة بالآبان يسا لغدقا الله تبارك وتعالى وحده والراسخون في العلم كو علمك كوحدة ديسيسة يقولون آمنا بيوان رمين بيليهن محي رمين كل من عند ربنا شيء المعاني سما قررنا سماها آمن ما نحقلان آمن كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كوا معنى معنى الله بضوا محي وما يعلم تأويله شيئا معني سمي قانو إلا الله يو الراسخون علم هذا علمك كحي ذي ستبا يقان علمك هذه تفسير لغو فسروي تأويلك هذه تأويلك ليرادو وأنا مدأو نبي أود يا عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
قال لو الدين كفهم سي تفسير كفهم سي حديث تأويل كليل ما يقول إليه الأمر قصة عن باللعبة ماشي كنا ما ترم على لي سيدي قصة نبيل يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مددر كذب مركو إله يعقوب نبي الله يعقوب إيا إسوكيني الله تبارك وتعالى وحكير على لسان نبي الله يوسف هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا هذا تأويل رؤياي تأويل رؤياي أي قصة انتهائية قصة انتهائية هل كان يكون ماتي الله تبارك وتعالى العلماء الربانيون يد الله مدهان قدرة الله مدهان محيدهان يد الله ويد حقيقة حي لا بسكت الماضي لكن لا نعرف ولا نعلم كنها كيفيتها كيفية إذا من قال معتقد كأهل السنة والجماعة وأنه عاسوي ولذلك ما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحلاه أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيرهم وهؤلاء هم الراسخون في العلم هذا الكاقيمي سفيري أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله ما لا يعرفه غيرهم ذاتك أهل العلم صحابة نبي كصب الله وحيئها ينكوية قانه هذا الكنبي وحلو لتشيده صلى الله عليه وسلم هذا الكنبي وحلو لتشيده صلى الله عليه وسلم غير كود بكي قانين وتابعين تي يتابعين تي إلى أنك صحابة أنك تقاني مركز يري وهؤلاء هم الراسخون في العلم كو علم وكوحد الديسين وكو أسوي ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل البدع كذب الشيخ الإسلام تيمي محوش يا غي ضدك الراع وحيالا متشابهة وضدك أهل البدع أيوليه ابن القيم الجوزية أو أرضي ابن تيمية وحيري مركو كان العلماء الربانيون وورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم وحيري وكوي أنبياء النحلي وأنا كوي أممك إيا أمضها خليف كأغن نقضي إي أغن بدل نقضي أنبياء مرها دي لوايو علماء الربانيون باباسكي تاغن بربائنو كلها أيها تاغن وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه هذا القيمة بدل أقرر كوا أسبع علماء الربانيون كوا الله كحرا وكوا سيوليه وأنا كوا علمي كحر ديستي وأنا كوا أقول لحي يا أنبياء إيوه هي يا خلق جيسا إيه أمديه أمديسة وأنا كوا خليف كأوغاء أنبياء ديسة وأنا أولياء الله وأنا حزبي الله وأنا كوا خاص كالله سبحانه وتعالى وأنا حملة دينه وكوا دينك اللي آمني قضب كالباضو أي كت الماميهين والتمسك بمنهاج النبوة وحي قوستن بيتك أي كو قفصدان وضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائم على هدي الرسول أي كو تقنيت هنونك نبي صلى الله عليه وآله وسلم إيا هنونك خلفضة
وحين كفق يهين بدعادة هي ومحدثات الأمور وحالا وحي قدال دينتا لقاق الصدري. يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا انقضب كلمة محيه التمسك بمنهاج النبوة وحيكون جيه وضد النبي صلى الله عليه وسلم وحيكفقه وحل إلى البدع والخرافات. بدعة وحال إلى هذا ما أحدث في الدين وحدين تلقوا صدري عبادة أهانا لقوا صدري اللي رسول إيا صحابنا أي بريكيهن أي بدعة لنها وإن فربضان تهي بدعة ما أنت لقوا صدري دينته دينته وإن ما يسيران تهي دينته وإن ما يسيران تهي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن التمسك بمنهاج النبوة قضب كصدحات وأيكت الماميهين وخشية الله وعدتك إلهي وقوله العالم الرباني وقفك الله كبقى قفك أقوله. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وحلويل النبي صلى الله عليه وسلم وحلويل يا أيها الرسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحات كل هذا لهؤلاء المكذبين كوان قال هذا إلهي بيني وحات كل هذا آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا قرآن كالرمي أما الرمينين فإن إيمانكم لا يزيده كمالا رمين تعد رمين إيسان ألي كمال أمزيادين إيسو بين انت ادبين انسان نقصكم كينس. ايضا في ري معنى قل امنوا به او لا تؤمنوا رمي قرانك اما الرمينين رمينت اد رمين انسان الهي وحبه ما كردينيسو بين انت ادبين انسان الهي وحبه ما دم ديميسو. ان الذين اوتوا العلم من قبله ان العلماء الذين أوتوا الكتب السابقة علماء كتاب كهور اللسيي قرآن كان كار حقيقة وحي قرتي هذه قرآن كان لقد الأقرية ويخشوع عشرين مركاسي وجي وجي أولي عشرين أيها الله سجودية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. حكو كيني إني أويان محاكيني وحالي لخشة الله تبارك وتعالى وعدتك إلهي أقوله. قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء إنما يخشى الله وحالك بقاء كليئة أدوم ديسة أو كدور صدى طاعة ديسة الله إماذا سيدا حق أيوتهي مع سيدي سنة كفق هذا سنة أي حق أتهي. العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى فعل كذا والعلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء قضب كأفراد أتل ما مهدتك اللقوية قان والصبر واليقين والصبرك يقين توحلوا يقان وجعلناهم أئمة
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آيات دغيسو الله تبارك وتعالى وحليه وحنكيا لرير بنو إسرائيل وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل رير بنو إسرائيل علماء هذا قيب كمذا وحنكدقني هداة ودعاة إلى الخير هداة ودعاة الخير كوادت كهانونية كوهانونسا دت كهانونية دت كنا خير كأويرة أو أي دت كو أي كود ديدان وحي دت كأويرة توحيدك وحي دت كأويرة عبادة الله وحده تبارك وتعالى ألك لجئي عابدان أي الله أطيعان لكن درجة ما حيكون جارين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما حي درجة كجارين لما صبروا نالوا هذه الدرجة العالية قرمة درجة ما حيكون جارين حين صبروا وأمرك أي كل صبرين أمرك إلهي قال شديسة إيا حمان تقول مرك أي كصبرين أي درجة وحيمتين إن لقوت المامو أئمة أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الحافظ ابن الحج ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى وحليه أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق وحيري مركي نغذان كوك الصبر أمرك الله تبارك وتعالى قاد شديسة كتغيتانك وحال وحو الله كالريبي رومينتا رسوشو الله سبحانه وتعالى أصدري مركا انت أصدرون كالصبرين أيا كان منهم أئمة يهدون إلى الحق وحاكا صدح بحي أئمة كوانونية حق بأمر الله تبارك وتعالى ويدعون إلى الخير ضدك خيرك أويرة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن مركي انت اللي جوا يعلم هذا حدا عيا ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا ابن حجر ابن كثير وركي سوي الحافظ ابن كثير مركي أي بدلين أي أولين سلبوا ذلك المقام درجة دي ولا جسيبي قلوب تظن وحي نغطي وصارت قلوبهم قاسية قلوب تظن وحي نغطي مد قلب سنو يحرفون الكلمة عن مواضعه معكو كان ننك عالمك حق وارك إنو بدلو خطر ويصاما معايا لي عالمك لمده كرا العالم الرباني لمده كرا فلا عملا صالحا ولا اعتقادا صحيحا مرك عمل توصلنا لقمه لكره اعتقاد صحيح رقفك أمرها ولذلك بعض العلماء وحيدهن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين صبرك إيا يقينت أيا وحالقو قارا إمام لماذا الدين الإمامة في الدين وحالقو قارا لبط المامود الصبر واليقين قفكو إنو صبرو أوامرت الله كو صبرو محنة امتحانك كو صبرو حضرنا يقين أن سوشي نكونوا ربانيين علماء حكماء فقهاء أنكو سوف السيريني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلاة ضياله
او قور عاق ياله او نورش عدود ياله او قيري ذا ياله لله تبارك وتعالى. إذن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أيها الإخوة، العلم وسيلة لا غاية. عالمك وانك أرنتك على صاروي، العلم وسيلة لا غاية. العلم وسيلة، علم هو وحوح لقاره وسيلة وحالي لذا وحوح قارسية. ترينكم ووسيلة مساجد قارسين يا دياردو ووسيلة حاجك قارسين يسا الوسيلة جهاتك ووسيلة توحيدك الوقار يا يدعوة وهكذا. ما أنت إن بدن أودتك كمدة طلاب العلم مع الأسف وحاسك قدر مضي الغاية والوسيلة. العلم وسيلة لا غاية، غاية وماشى الله صعده. العلم محو وسيلة يودوية، هي وسيلة إلى تصحيح المعتقد. تصحيح المعتقد وتزكية النفس وصحة الأعمال وتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك. العلم وسيلة، علمك وشيك قرسيني عقيدة صحيحة وتزكية النفوس. نفت الله طهيره شركك الرياء والسمعة والتكبر والتجبر والقطرسة. قلبك إن وحالك النظيفية كل كبرك سلوينانت خرافة شركك وحاصل. وصحة الأعمال، وصيلة إلى صحة الأعمال. صلاة تكنيسه إني صحيح نقطة وحا وسيلة وعلمك. علمك أيال وسيلة إيا ودوة. وتهذيب الأخلاق، أخلاق ذاتو إلي نقطة أخلاق ونكسن. علمك وسيلة إيا ودوة سلوك أقيا دقا كابين ونكسن هذا. إذن العالم الرباني يعمل بموجب ما يعلم، قاعدة ومهم. العالم الرباني يعمل بموجب ما يعلم. عالمك ربك يقانه تبارك وتعالى وامتك عملك وسمين ياهي يوجب بما يعلم. يعمل بموجب ما يعلم. يعلم وحو أغيهي، وحو أسو أغيهي علمي قارسيي أغالكي سو قارسيي وحو أغالك قارسيي واجبي عمل فلايا. علم وصيله مثلا مركو عبادي سنيو فعلمه بالعبادات يقتضي أن يؤديها على وجهها. إنو أغادو عبادة ذاسي إنو علميان وأغادو وحي كينيسا إنو عبادة ذاسي اللو تلقى لي مركب أغادو حيفا إذا كتاي شيء انتاد أغادو إن هذا سمين فرقك أولا حيا عالمك ربانك إيا وحيك صورة وإنتا. فعلمه بالعبادات يقتضي أن يؤديها على وجهها. شروط هذه لما يسترم عبادة مع شروطها وأركانها خالصة لوجه الله. أيضا عد الله سمعين ياي وألك لقيه تبارك وتعالى. إذا يعمل بموجب ما يعلم.
كسوقات العلم بالمعاملات معاملاتك وحريرك بني آدمك لحمرا ليلة هذا بيع شرها قورك تربية بني آدمك وحيد لحمرا معاملة ليلة هذا إن شيء معاملاتك أن علم أهان أغادو أما عالمك أغادو يقتضي أن يقوم بها في حدود الحلال وحي جارسين يسألوا يقانوا حدود حلاش بعيدة عن الحرام مركز وليب الشروط هذه بودا ما يصير يا أركان تهدي العلم بالأخلاق العالم الرباني إنه أجاده أخلاق علميها وأجاده يقتضي أن يتحلى بفضائلها ويتحلى ويتخلى عن رذائلها وحي جارسين يسا إنه كتل ما ناضه اسكو قرحيو لبس كدكتو أخلاق ذات هذا وناسا لأنه أجاده علمي قري يعمل بموجب ما يعلم وحا او اوغادي وحا اي كان سنه يسبو سمينيا علمي وحو غارسيي اخلاق دا وناكسن اني وح وناكسن تابو علمي غارسيي كدبنا وحي كان سنه يسا انو اسكو قرحيو اخلاق دا وناكسن لغا هلو كان فوغادو وح الله وحي حنو دل لغا فوغادو ولي قضبك كوبات من كنت رأي قضبك اللحات القراءة الواعية العالم الرباني وانك قرن يا واقع ونوكن لي وانك قرن يا وحكوها رئيسا وانك قرن يا أمد ما أنت وحبذ بادة أؤه وانك كرساري كرا وما حي هلاك يا وما حي بدبادو وردونت المانت اللي سارية هي ما دونت بدبادو ده بس ودونت هلاك القراءة الواعية وحو أقرن إياه أقرن وحو البوي ليس أما كوبته شر هديتها هي هي خير هديتها هي وحنكم ميزام يا قرائن هي الدلائل هي تاريخ هي دعذوين هي محاصو مري هي محو أقري هي محا انتحان كان كل دعي أمم كيهور أرنت يا صو مري نتيجة محاي نقطي قرن قال النول يهي فعل كيا سميي نتيجة محاي نقطي فعل كنيا وضا ضدك وضا ميهين ضدك أمدا بذبادين لها القراءة الواعية عالم كرباني فتنة مركي سو سعطو أيو أقريا أيضو إن السوء قارين بو أقريا مركاسو نواقا وروحا هلا دايو وروحنا كإيمان دونا ضدك سه عادي جاءه عمضاء أما أن عالم كرباني جاءنا هين مركي في ذنادي أمضى كل عضو أو أي تكتو أيودها ورفتنا ذا الحقيقة لو قتبت حاله هذي واي وحاله لو يقنا فق الواقع مما قشان فيق الأقليات في لامبا تشوغنا مسلمين يربا كنول ودن قالي كنول يهين فيق قوني أباهي حرير قوني أبي أباهي دين تودا وحاو إلى لنا يا أباهي أيقو دين تودا حيست فيق الأقليات برنها فيق الواقع واقع أن كنول هاي وحوبة هاي هاي فقه نازلنا ولا إلى هذا شيء عصبة يمد يا قرنكرة مصيبة عصبة تمد يا قرنكرة
يا ميزانك قران كرا يا شر كذا ميزاني كرا يا خير كذا كيري كرا لبما سدو مركي سو إمادان يا كلا رجعي كرا لبد مركي إمادان مد فضود يا قادة كرا أخاف الضررين يا ميزانك كيري كرا فقر واقع النازلة ففق الواقع هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس بالله وفهم آذو قضا قد فهمته دادك وحكوها ريريسا ومخاطرة وخطرت هذا له دادك عدو بقى هايستا عدو قلنو عيوي سيلس كيك انكرا محاك إيمان كرا فتنة انتدن بقى كإيمان كرتا فإذا انتدن بقى لهلي كرا حالة دان إيمانتا حالة دي فعل كنكوها بولد متاي نسوى ولي ابن تيمي رحمة الله تعالى عليه أي مقالة دمشق سوى اللوين يعني مكي تتارك أها أي مسلمين تلايي يا يقو ميل خمراء خمارة خمركو عبيو أسي أرددي السومرين يا إمام نمان كرميان نكعلين إنين بيدهن خمرة ذي عبيان مالين عط ما يبو يا خمرة ذي عبينه ما أم ملاي نيسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إنو قرى يا خمرة إلا عبو لا 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 محادة علي يا إمام نفسده ذي يكون مشغول سيهن بو يرهد ومنكر لكن نفوس ذي يكون مشغول سيهن وحال قجري يا إمام لمكان ميانا الحمان تكعلينين وحويري النفط هذا يكون مشغول سيهين هذا ما أنت خمرة كعلينو ديك بيدادين أيان إن ديك لدادين إيا إن خمرة لعبة تافضت يا ميزامي كرا ما أنت علمك يا ميزامي كرا وبلشد هاي كرا العالم الرباني أي أرنت أكل ميزامي كرا فقه الواقع هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس ما يحيط بالإنسان والمجتمع بلشدة وحكوها ريسان ومخاطرة يا ما تؤمي زامي كرا من حال إلى حال من أفكار إلى أفكار من فتنة إلى فتنة أخطر وأكبر أي أمد مريسا حارت كلي فتنة كلو كوين نزيد الطين بلا نوبضة هدي قيانتهي إن القيان كلا كدرت معنا ما نوبقسا إن القيان كلا كدرت مهما لكن وإن الضوبضا سيوقى الله إله إن كنت لك شوي هذا بقى عالم كرباني وامدك قران كرا قيمك هي أخلاق ذا بلشدة هي طبائع ذا بلشدة وقابك أوقيب سنتهاي إمام الشافعي رحمه الله تعالى قضب كندا أن كور رمينه أصغو تلمامي وحيري فسبيل الهداية إلى الحكم الصحيح على النازلة يتأتى من خلال النص والاستنباط به فيه أكو علي الإمام الشافعي أصغى أرنجة المامة يحيري فسبيل الهداية إلى الحكم الصحيح على النازلة يتأتى من خلال النص والاستنباط به فيه وبذلك تكون سبل الإحاطة أي إحاطة النصوص بالحوادث بفهم الشرع نصا ودلالة إلى آخره وحيري فسبيل الهداية وضد اللومره وضد أرنت أدن شو شيئيني وضد اللومره هداية يهانونك وإلى الحكم الصحيح حكمك الصحضاء وضد اللومره مركي مصيبة ما داي وحي كنت ما دا أكلية نصوصة إلا جمعية
ما إنا درف كدكت جمع النصوص نصوص تأي قرآن كي سنة إلا جمعية حقن كان لغلس ودحبه دعضادنا دعضاد تالي دبك يالنا لغو قياس النصوص إنتايدن تايد عضادو نصوص شرعكم حكالي وايو منكر كسلم الرديو منكر كسلم العليو منكر كدرجات بوليه يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من رأى منكم منكرا فليغير بيده أولا فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه بل ابن القيم الجوزية وحكولة يهي كتاب كيس أعلام الموقعين عن رب العالمين ننكو فقيه بمن نغضو إلا أوكرا قرتو لبن مفسد سيد اللوك الرجيح لها لبنب سيد اللوك الرجيح لها إلا أوكرتو عالم من نغنكرو ما هم مصلحي مفسد ما يلبنب لبن مشكلو توضف فضوط سيدو كلا قران قرتها تنا وادب تنا وادب سيدو كلا قران قرتها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وعلي علي الرسول هذا وحكو دوتان والشاهد آيات داسي الدليل وشيدان كوذا نوامحي الرد إلى الله وإلى الرسول إن حونك اللو علي علي الرسول في كل شيء شيء والبا ويقع فيه الاختلاف شيء والباء وخلاف ودعوين إلهي كتاب كي قرآن كاللو علي كتاب كيسي قرآن كيس كتاب كيسي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا نينك فقيه أي عالم كيه أي العالم الرباني أنكم العوني واقعة حالة تعالى أي حكمك أيو إسلا دونتا لبكي يالا إيا حكمك أيو إسلا راسدا مركاسو أدلة دن عيادة دون أيو جمعية ننكاسا لقومك عبا مركا ننفقيها أما عالم ربانية يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أرأيتم أرتا الحماسة ماشي لكجرين حماسة عن حكمة وذنين مره هذا وخساروه مره هذا ودماروه مره هذا وباباوه حماسة وإن العلم هي حكمة أي لصعطة حماسة بلا علم وبلا حكمة وبلا فهم الواقع وحاويان وحماسة وخساروه وأنا مدد اللي يرى ذلك أنت إنا مال والبقى كل عان سيدة بار الليل أي مال والبقى كل عان مالنا أي مال مالن بقى مال تاقنا ذان نينك سوء مكرافر مال كلها لنا إسكرا عان أيقون كلا قرنين حق يبوك ووضا حالتنا كلا مركي لقارو علماء الربانيين تأبا لقود لقا بعد الله تبارك وتعالى محير أيها وحن كلا قرنكرا العالم الرباني أهدافتي سوى حكمي توجيه الناس للحق سيدة قضب كده شيئا إني إني دتك كوهنونيان أما كوهنيان حق إيا كسقنا شديسة حق إيا سيدة الله بسقنا لها لا سيما عند نزول الفتن العظيمة قارهان مرك أي فتنة وانتماده وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله تبارك وتعالى وحليه إذا جاء هؤلاء
كوا أوسن إيمان قلب جودو إيمان كفريسانين كوا أوسن قلب جودو إيمان كولي فريسانين هدو أي ما دو أمر من الأمن أو الخوف أمر هدو أي ما دو لحري لأن بدكليو أما لحري لخوف إيا عبسي ويقارن أيام ويقارن أيام وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أذاعوا به أرن أبانا ده إلا قريو أيي فافين هيان ده أرن لوبانا إلا قريو أو أما النبت قليو لحريدة أما خوف لحريدة أيي فافين هيان ويفافين هيان أيو أذاعوا به في الناس ضدك أيي كفافين هيان أربعة تمت أمن ما يلحريدا أما عبس ما يلحريدا أرنت وحبوب أنت إن لعلي معي علم هذا ولو ردوه إلى الرسول هذه لعلي لها رسولك عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم والعالم الرباني هذه علم هذا لعلي لها أرنتني وحي أغان لها ين سيد حكمك أنت الله قال صدح بحه واقع لودجي يستنبطونه منه أي أيوة الله سبحانه جل وعلا أنت رجلا وحاتو قرن إنساني أيضا أشجني هي معناه كهذا قصة قارون أخي فخرج على قومي في زينته قصة ظهر أسرته تذكر كربيح دهنان قصة لهمكم ميزان عالم كربان يكون صباحية قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون حي وحكم ميزامين وح الله أركي وحكم ميزامين وح مغذي وحكم ميزامين يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قارون مركو لصوب حي حوليسي فرديسي قروحديسي يوم الزينة مركو لصوب حي قال الذين يريدون الحياة الدنيا كوي الدنيا دلالال كيدربه waxay dhahayn يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون الله قارون وحل لسيو كلام انا لسي انه لذو حظ عظيم نصيب وين وين نصيب وين ايها قارون لكن دغيس ددك قيمه بان وقال الذين اوتوا العلم وين لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ما حيده كوي لسي اوتوا علم وقال الذين أوتوا العلم كو علم لسي علم ومحي العلم بالله وشرعه معرفة حقيقة نظر أي وحي أي قانان الله تبارك وتعالى أي شرعي وحي سي حقيقة أي قانان أمور تدين ته أي سنب أي قانان وحي ده يا ليت لنا وحي ده ويلكم كو يري يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وحيدهن ويلكم اتقوا الله والإله كبق هو جينا الله كبق أو الله أطيع ثواب الله خير لمن آمن والإله أجر كأكتي سيا الله أيا خير أخير بدن لمن آمن وعمل صالحا محيك خير بدن تهي وحيك خير بدن تهي مما أوتي قارون وها قارون لسيبك خير بدن تهي عبد الله بن عباس حد قرن إنسان نبي قال نمركو جيري صلى الله عليه وسلم وقع عجيب بدن وحنون بدنوي جيري ذا نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من بركوفولي عريادها نبي محمد وولي صلى الله عليه وسلم قارتن كتريا فتنة ذيت ما دو فتنة ذيت ما دو قف هذه سلادة وقف أذك يا امتحان كل عين هذا عمر بن الخطاب كور رمى انتو من برك فولي ويري عريا ده نبي محمد ولي صلى الله عليه وسلم لكن ابو بكر بايمت سودق بي كسودق من برك وسودق كد ابن وحوب الله بي الحمد لله ان الحمد لله ايوب الله بي كلمة وارتيب ويري من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم
فإن محمدا قد مات. قف كالنبي محمد عابدي شيء عابدي يو إله يمانت وميت. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قف كألك لي عابدي يو ألا وأنه لي همنا دمنا يو. مركز آخر قوله تعالى في سورة آل عمران وما كان محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هدي نبي محمد ما هان إلا رسول أي أنبيكه الرئيسي أي دينتين ما هان هدو دينتو أمل لدينو ما قال لماذا لدينو أقول نقول إيسا أرأيتم أرتين موقف كأوقاتي ها أبو بكر أبو بكر فتنة وين باتمت النبي جاري صلى الله عليه وسلم ما قايا ردوا ذي ما قايا قالوا ذي ما قايا إسلام كان نقطي حروب ردة أبو بكر سكيل الدق على مي فتنة ديت ما دو داتكو يسكون نوع من النقدان يا لقو بد بعده يا بد بعدي هذا إيش يا بد بعدي بعد الله وماذا يا بد بعدي من انكسبت بهذه أبو بكر أبو بكر قال له وانك شيء دوري علماء وحيدهن لبا فتنة ووين وأمدا صومرتي إلهي لبا نبكبت بهذه نبي قمركو جاري هذي إلهي أمدا وحكبت بهذه أبو بكر مركي لقو امتحامي مسلمين تخلق القرآن وحضر القرآن كوا مخلوق إلهي وحكبة بادي إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يوم المحنة أحمد بن حنبل ويوم الردة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قصة لا سوحي أنتو سيريسا إلينا علماء منزل واحد أهين ولذلك أبو بكر وحوها صحابة نيك أو علم بدن بل أمد إسلامك أمد مسلمين تصحابة أمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها شخص أو علم بدن أيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية أيضا تشغيني وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل والله وحد مدائين إن ولقوا الصحابة أيضا مغل حالته فتنك مركز علماء دقيسته وحد سلادة وروحا محيكا قرصومين دهبك دائما أفكا وذا كسوا بحيا حيال قلبك وصخي قشب الو سخي وحاد مدى آيات إلى أولي قود أقرين أبو بكر بأقرين رضي الله تعالى عنه ضدكنا ويكذب أقرين سعيد بن الصيب وحليه عمر وحجري والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها مرأة لمركو أبو بكر آيدي أقريي أيان قرتيبو إلى أبو بكر إنو يهي ننكر نوغو علمه بضل أبو بكر نينك حالة فتنك لغا قبضي حكرة أياد أكتير إنو يلي قضبك وحانك قتك إياه قضبك كوبات من هو العالم قضبك لبات علمذو أما عالمك ربانك رسالة أودتك أسدى يمحيتها ما هي الرسالة رسالة أودتك قرسينة يوامح كو بيان الحق حق أيو عدينا يا ضدك إنو قرينا إلهي ما وديدي. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلهي وحب الله كذا سبحانه وتعالى إن علماء قرين حق
مرة بتاع العالم الرباني رسالة دي سوين سنحق قرين حقر أعدي بيان الحق حق أولا عديه إيا حق أولا قرين حتى دي لون تلوغين أيو حتى دي حلقوم كالو جر أيو وظيفة العالم الرباني وبيان الحق لكن حق سادة أتقان ماها حق أدو سادة أتقان ماها إيه هو ذا وافق سنعديك أهداد قانا دا سوقلي وإذا الله ذا يحق موسى هلين حق كذو تقان ماها ذيك قضب كلمات تصفية العلم من التحريف رسالة أي عالمك ربانك أمد أوسل وحاوي إنو علمك كسفيه وحكست أول لغو صدر تحريف تغيير تبديع إن دتك دين توارك كوة وكدفاع كوة حكو صدرية كوة وحكا نمية شيعة تتك أهل خرافة غلادة أهل بدعة خوارج مرجئة قدرية علمانية لا دينيين ملحدين رأسماليين ديمقراطيين صوت هذه إذا الله إدى دين تان دين تفرع الله سوقشا حارسك إلى لنا إياه العالم الرباني ولو هالك أهلا قويل أنت وارديها وحاكا دين تان وارديها وحاكا العالم الرباني أي وارديك وإلهك إلى لي تبارك وتعالى قضبك صدحات تعليم الناس ما يحتاجون إليه رسالة أي برشدة والسلام وحاوي إن الدنوه هذا خاص كأنت يكتغان أي أمد الدعوة أي قرسيان علمك كتابك القرآن علمك السنة النبي الصحيحة صلى الله عليه وسلم إن أمد الذنوب إيا معاصدة وحي لك النبي في الله إن قرسيان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إلهي مؤمنين محوكم من نستي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولا يقانان نصبه أصله وفصله أي قانان أي الله صدره بني جلدتهم يتكلمون بألسنتهم ولو جعلناه ملكا معايا يا عيد قرانك هديئة النور صدر لهين ملك لجعلناه رجلا حتى نبان كده لهين أيها وحيدنا دو الله نصر ديره يا النبي أغانك المحمد محوص ديره يا ما قال لنا وحابت شوق محالي لذا لبننا واوين قريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وحوله هذا القيمة بدا وحوله وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق يتبعون الرسول فلا يبتدعون وأهل السنة أهل السنة والعلم دتك أهل السنة أهل العلم إيمان كان الله أوسي يعلمون الحق هرت حق أوجيهن ويعلمون دتك ويبريان ويرحمون الخلق
مخلوقات كانوا يقولون حريصنا يا محل الله حريصنا يا تبليغ الرسالة من حريصك وين باجرت إن عذاب لقابت بأذين أيوم من حريصك وين باجرت مايا ويرحمون الحق خلق أهل السنة والجماعة يرحمون الخلق مخلوق يقولون حريصان رسول كانوا وين راعان صلى الله عليه وسلم بدعنا دينتكم الصدران يعلمون الحق ويرحمون الخلق انت صميمة عجائبة صدرات اي ارد اسم القيم الجوزي وحج جوزي وحيري والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر ففي مخالطته وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن وحجر عالمك سنة يقانة حراشة يقانة حرانت يقانة وضد خيرك يقانة وضد شرك يقانة إنو ضدك نحقره أو ضدك وحبره أعددك أولنا السيحيه دين تيدان أولنا السيحيه أيا وحي أغفي عنتهي إنو كنحبه ساسا كفي عن إنو ضدك نحقره إنو له يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتوا ها إنتو له إنو له بلا يبول كذا لك قرا وقت الفتن بين لتشوغا والا أرورا guriga lagu xarooda dadka fitankooda laga fogaada inuu dhaho waxa uga fiican inuu dadka dhaxgalo oo dadka wax baro caalimka rasaasa lagu bartaa rabaaniga ah xaaladu markay fitanka timaado dadku dhaxgalaa markaasuu dadka wax bara markaasuu tay u tarshiidiya markaasuu u nasaxeeya markaasuu gacmaha soo qabta ina dadu salaad deeyaan gooni u tukan oo ariga gooni ah waxa ka fiican mid kale aan ku xuliyo ariga oo ajeeb wal aalim alladhi qad arafa sunnata wal halala wal harama wa turuq al khair wal shar fa fi mukhalatatihi an nas wa ta'limihim wa nus'ihim fi dinihim afdalu min i'tizalihi wa tafriqi waqtihi lis salati wa qira'ati al quran نقدر كلي جاب القرآن خصم أو إسكنتو كان ترى كعفيا والرسالة بالشدة أي علماء أي بالشدة أو ذا ويان قدم كأفراد الدعوة إلى الله إلى الدعوة ذا ويستعجل صار النوريان شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ورياك أره ونكسن أو ياك هذا المعان قف يري ممن دعا إلى الله قف ضدك أوي إلى إلهي تبارك وتعالى حضرنا عمل توصن قدري يرينا كوة توصنه هجان سبيبا كمدا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وحدد ودد إذ وطى أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ومعرفة أقان إيا معرفة أنا وكد السلام بانتك أويريا لا على جهل لا على جهل إن أدتك الجهل أويريا أنه وباظنم وضلال ابن عباس رحمة الله تعالى وحليه نبي صلى الله عليه وسلم مركو معاذ بن الجبل أدر يمن وحكير إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دعوة إلى التوحيد إلى العقيدة الصافية الصحيحة السليمة إذا ما يشهد دعوة لك بالله بي الدليل بأوبها انتعي وأنا توحيدك العقيدة أولا لو كانوا يعلمون التوحيد أولا لو كانوا يعلمون
توحيدك لغا بلابا أما وحي كدن بي اجتهاد وصائل بلدها واجتهاد ددك ماشي الدعوة لغا بلابا وعقيدة ددك لغا الصحو سيئين الشرك أغنعن خرافات أغنعن لنا عكرنا أين أغنعن لبدا عذور ما أنت أبداً إيه بلشدها هايستا أو حد قدبك إياك قابنتا بلشدها ما أنت لبدا عذور بايست قار تكفير بيكون لعين خوارج بين نقضين جاتك دي قوذي بي بنايستين إلا علومة دي مساجدة دا أيها الركوع سنلقود دي لي سانك وذ أقنه كل لقين قارنا وحيليهين تم بكستولا قالا وحبا كسو قادم قالا ودنك سو قشو ودنك هلقاتو محادي باتا عقيدة الإرجاء لا يضر الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يضر مع الإيمان معصية إيماني كإيمان جبريل وميكائيل عقيدة خلدنوي تنع عقيدة خلدنوي وأهل السنة والجماعة وسط لا بد أن أقول حيا وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجع لا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح عقيدة الإرجاء وعقيدة الخوارج لماذا اسم مبدأ ومدى الربائن لقولهم يخطر وي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر علماء وانا قاسي وتاقيهن هذا تاريخ الإسلام كآن إغنوه وحان أركينا وحيانا أذي هذا عجائب بضن قيبا ينكسوا قادنا يسانا وقتها انت أكبر إذن كقادنا بإذن الله تبارك وتعالى سيد علماء الربانيون أي حق أو استاجين لو القضبا ينكسوا قادنا إنا ننك ليلة هذا الإمام أبو بكر النابلسي ننك وحو كمدها نابلس بكيمت وحويان ومجالك تعالى فلسطين الإمام أبو بكر رحمة الله تعالى عليه وحونا لا عهده الدولة الفاطمية العبيدية الرافضة واجي أي دولة دليل الدولة العبيدية الدولة العبيدية الدولة الفاطمية وقرونته رأهي وماجه الشيعة كسو عصانتي أو الشيعة الدولة دي هذا ماشي أوي حق بنيت نمكن موليدك كينوي نمكن موليدك صائق تراعيوي قفك موليدك مركز اللي قاله ده يوم موليد باندقا يا أصل كيس الشيعين كتب أدقو الدولة الفاطمية أنا أقوه الرئيسي وحا موليد دقا الدولة الفاطمية العبيدية نمكا سيقا أي وقت قوضين نولا نينك ليلة أبو بكر رحمه الله تعالى مساجدنا وحلقوا قري كدبنا رينش لمريو لقري سجيل الكسوة السعودة أي واخرسان أيضا نقول لعنة الله على أبي بكر وعمر أي دربية الوقر يا ونقش بنقص بيني أول الرينشيني نينك أسقع أي وحيري كلمة عجيبة وحضر لو أن معي هدان هيسن لها تبن الليب الليب كوحيرام على وقرم فلادة تبن فلادة هدان هيسن لها لرميت الروم بسهم شيعة لمن كان لدي هذا محالي الروم بنوش إذا قال هذا وحانكو قاني لها هل ولرميت العبيديين بتسعة أسهم نمكا شيعانا السيار بانكو قرر لها أرنت أيضا وحي قرر سلطانك المعز الفاطمي نكي ليجري المعز الفاطمي
وأويري وحيري وحي سوغاري وبدل يا كلمة إلى تري هدان هيسال لها توبان فلارود نمك إلى الروم وحان كوغاري لها سقال عبيديين تنا مدبان كوغاري لها إيه هذه مساسري مركز وروغ يا إلا ديليو حربين هذه تصو مواقف تقولوا ماذا ربانيين تأه أنا بس حاولي كسو تغيي حيري سامدين وحاليري هدان طبان فالله رضا يسال لها هل مدنا وحانكو قري لها روميين تقال هذا سقال له وحانكو قري لها شيعة ساسر إلي بوجي مركز وحور رعيي لأنكم غيرتم الدين وحرفتم الشرع وأطفأتم نور الإسلام من أول ذكران دين كبات بدشين قرآن كان يسنو قرآن وماها مصحف فاطمة كتاب ليلة هذا أو ملكو قرصون باجرة سرداب ميل ليلة هذا كو قرصون أو مهدي كيري دور اسكو السلاة بمنه وذا ركتين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعلي ولي الله باك قعن بإليهن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين وعلوا صدقوا صلاة كتير وصدق الله بحيب يقولين كذبنا وحو أمري إلا صوقبته ساسب الله حري كذبنا ني يهودي أهس إلا إهانيست ني يهودي أبا الله يري مركزه سيدي النيف حول أبو هرقة كبحي يا دين تنان هرسنا إنه خرافة أما صعد منين شيعان أما صعد منين معتزلة أما صعد منين كراميين أما صعد منين هادويين أما صعد منين وحاو صعد انتي العلماء الربانيون دائما وأبدا كواسا صعد انتي شيخ الإسلام ابن تيمية سيقول أنت صحابس اللي قمدل أحمد بن حنبل ما قول أطبع لو نفتي صوص عادو لما ترين كما ننك أساسين النف كأرق أها أيوم تغنى هرق أغبحي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أحمد بن حنبل الخليفة المأمون العباسي مركو علمي فلسفة كامي إن علمي فلسفة وخطروي فيلسوف غفظ دون نغلو خطروي علماء فلسفة قشينا الإمام الغزالي صاحب أحياء علوم الدين الإمام الحرمين الجويني علماء مركب الدين ما يسمحكو على علين نهاية إخدام العقول إقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وآخر الدنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيش قيل وقالوا علم ما قيل وليل قال وحول علم ما علم فلسفتنا إيا فيلسوف لماذنا وحيكسوا كومناتا وحال يري وحو يري محال يري دين الآن بصوبة حيثة مركزة دين الآن بمركزة مصوبة حيثة ننك أسقى وحو كان وحل يري هذا بخلق القرآن قرآن كان أنا يسنو إلا أبوري سيدا كاميرا الله أبوري أو كوبك الله أبوري أحمد بن حنبل بوري ستاقي رحمة الله تعالى عليه قصة دار بأهي وحان سأقول شيء ذا مالين الله مالين تي امتحانك قدام بأيي لو سو حاضري أمد إلهي ونم باتمت أيقو الدونية إني ما أنت أركان ماذا سيفعل أحمد بن حنبل موقفك أحمد بن حنبل علماء قاربة وحيقة تورية التوراة والإنجيل والفرقان والزبور والزبور هذه الأربعة مخلوقة بينهم توراة إنجيل فرقان زبور انت أمرك دين يأي أفرتم فرض انت يتريين يأي دين أفرتم ما محي أفرتم يكوّد عن قلبي قشانا يعني أفرتم والله أبور أفرتم قعموت
كاسة وحالي أورس كسي داي يكون أحمد بن حنبل واديدي واديدي أحمد بن حنبل وحجري القرآن كلام الله حروف ومعاني تكلم به إذا شاء متى شاء كيف شاء بلا كيف خلاص قرآن هو كلام الله وكلم الله موسى تكليما كلم وافعل الله عد هذا الشيء ساسا اللوغذي معتزلين ما حيث ميئن وكلم الله بأغرين قراءة شالة موسى وفاعل بكالغين كلم وافعل موسى وفاعله مؤخر الله ومفعول مقدمة وكلم الله موسى بأغرين إعراب ساسا الغرس كلم وافعل موسى وحيد وامحي وفاعلك لا 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 وكلم الله الله يا فاعلك عد هذا الشواء قال الله عد تروى الله كلم وافعل الله وفاعلك موسى ومفعول منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ومصدر تكليما ومصدر الله أتكينا يا ولا روشينا يا إنه الله الله الرأي الوجه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة قرآنك وكلام الله غير مخلوق وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجام وأسجعوا ولا تقل القرآن خلق قراءته لأن كلام الله باللفظ يوضح قرآن وكلام الله تبارك وتعالى أحمد بن حنبل عمر بن حبيب إن كان غالي أوي وحوف الإيمال ما المها كمذا مجلس هارون الرشيد هارون الرشيد وحلف لي النمن أن قيمة بنين ونكسرين مركز حديث بالله الشيغي أبو هريرة أوري أبو هريرة مركز وحيدهين أبو هريرة كذاب استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أبو هريرة وكذاب ضدك وي آموسين هارون الرشيد وحافظ يعني لي هذا عمر ابن حبيب عمر ابن حبيب وحويري بل أبو هريرة صادق والحديث ثابت وأنتم مخطئون رنلوي حديث كأشياء ليسان وحديث صحة إذن كخلدا وأنا كعي هارون الرشيد وعراضي الله يقول يا رب كالعادة هديو ننكا بقرك يقول يا رب يا رب نن أمرك الله يا رب ويما دو ننكا سيفتك عن تكوهيستا على طول سكي قديه وينو مدحي سيئو قورتي سيئك ربحان وقيا مرك إن قورتي سيئو إيا مدحي سيئك ربح دوران الله يعلم وأيمد وحويمد هارون الرشيد أو تاجن أو أذو عريسن والصيف في يدي أقع أنت كويس عالم كرباني جاء لا يخاف في الله لومة لائم تبارك وتعالى كدمنا وحكيري هداي مركي أنا فدني dadkii ila joogay ee xaashiyadeedii iyo aan maamulayay maxaad wada hadashay wuxuu leeyahay amiral mu'miniin kelimada fiiriye marka waa kelimada in dahab lagu qoro mudan way biyo lagu qoro ma aha waa kelimada in lagu qoro mudan dahab wuxuu yiri haaulaa'i ya amiral mu'miniin haaulaa'i ta'anu fi raawi sunnati rasuulillaah نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي كوريي اي كم قلي اي ابو هريره
ayay taaniyeen way dureen waxbay ka sheegeen waana waxa ahlul bid'a lagu yaqaan taaninta iyo duritaanka waqta dhageysta kelimadan waqta'nu fi sahabati ta'nu fi rasul sahabada in wax laga sheegana nabi maxamed wax laga sheegay sallallahu alayhi wasallam waqta'nu fi rasul إن نبي محمد وحلقا شيئنا إبطان هذا الدين ودين كانوا لبابئنا يوي يا سلام حكمة حكمة علم شجاعة أكو علي يا أمير المؤمنين هؤلاء طعنوا في راوي سنة رسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الصحابة والطعن في الصحابة طعن في الرسول والطعن في الرسول إبطال لهذا الدين ماذا حقل قلي مرك فهز رأسه ثم صرف سيدة يا مرك ذلك يا مرك هذا قيمة بدن أرنتي أن لكودي كريم وي كلمات كاس كياس وختيمة يوم قضب كالشناد وإفتاء الناس ذاتك أفت ووضان أحكانت شرع ليو الشيغان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ذاتك لا تشدان أهل الحل والعقد عمر بن الخطاب شام حق يدأي سفروا آذي مرة لمركو أدو يهي ayaa waxa la maqlay daacuun ba magaaladii ka dilacay daacuun kadibna xusku yeeray saxaabadii isku yeeray ragooda akhyaarta aha xadiis oo galaanaya ama diidaya lama hayo ila marka dambe abdurrahman bin awf marka maqra ayaa marka yimid markaas uu nabiga ka maqlay sallallahu alayhi wasallam idha sami'tum bihi داعون كذا تكون مغشان بأرض فلا تقدم فلا هجلنا هذه وماشى شوكتان وكذا عنا هكبحنا ماشى شوكتان عذر كذا هكبحنا هذو مجالات قصة وكذا عنا هجلنا ولا تشنيء إلى وحنا كبر يا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى إنه نوافع كلمة ذاسي وحنا قصة أرورنا يا سيمفاني laba qolo hadii ay wanaagsanaadaan dadku wanaagsanaanayaan laba qolo haday xumaadaan dadku way xumaanayaan al ulamaa wal umara wa ulumada iyo xukaamta muslimiinta labada haday wanaagsanaadaan bulshadu way wanaagsanaanaysaa waayo ulumadu quluubtay nooleeyaan أو أرواحها أي قوديان أو وناج أي شيغان حمانت أي ريبان أدوم هذا قعمه هذا أي قبطانهم حق أي ودده توسن أي قانونيان طريق أي أوفيان مقدق أي كساران ماذا حضنا أود إليهين إيا مقل كلا مقل أيو إيا عيدا ماذا إيا مؤسساتك أي هيسان عبسيدا لغا عبسانا يو أيها دي اللك عبسانا يان أي كو إصلاحنا يان ولذلك تضبط عرش عرسانا يسا إمام العادل با كوكا إمام العادل أي كوكا ورمده النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تصوصهم الأنبياء كلما هلك أي مات نبي نبي كلا أياه أي نسودي ريشري أما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى وحو صادرا بقولك السربة وحو صادرا عالم دين توعسبوريسي وحكا الله أتوسية أيو الله صادرا سبحانه جل وعلا لبقلو هدي هقاقان أمدوه هقاقان يا أيها العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد علومي وحاتيين أمد عصبة ذي باتهين
أمد إنده هذي باتهين أمد إفتين كذي باتهين سؤال شو حيتاي عصبتي وحلو معاني لي هدي هاللوضة ما عمتد لقو معاني واجب كاسوية العلومة إلهينا وحن كبر إياه ومرونا أكسن أو دين تنو إصلاحيسة أو دلك نو إصلاحيسة إلهي نو كينو نقول نقض الشرعي الله تبارك وتعالى هل وحن علومة ربانيين تا خاصة المركز اللي تشوغو وقت الفتن وإلى هنا أيام كسو الدبر إياه أما كسو اللقحن إياه أما كسو قبقبين إياه كلمة ذي هل كاسي وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا خير الجزاء شيخ محمود شيخ حسن أبو طلحة وحضر ذات آدي آدي قيمكم بدناه موت شديد إلهي سبحانه وتعالى وهو إذي سنيا إنو دمجي سدافع يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ كُلُّ هَذَا الْكَلِمَةِ